اوف الله الله الله. طب ازاي ده يحصل يعني؟ مش فاهم. ايه يا عم في ايه؟ ايه اللي قلب الدنيا كده؟ عارفه كايلا؟ اه المشهوره دي من هي وصغيره كده. ايوه ايوه عارفاها. انتحرت. ايوه ما انا عارفه انها انتحرت. عادي يعني؟ انت اصلا ايه اللي يعني ليه متاثر؟ عادي. وليه متاثر؟ اه لا 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 انت كده بني ادمه يا ماما، بني ادمه. على فكره انا متضايقه منها جدا اصلا ان هي انتحرت، لانه هي بنت جميله وعندها فولورز كتير وفلوس ومبسوطه في حياتها، ومفيش اي مبرر يخليها ان هي تنتحر. مبسوطه في حياتها؟ مش عارفك مبسوطه في حياتها ولا ازاي؟ مش عارفك انت اكيد بتمر بمشاكل، واكيد يا عم دي ما عندهاش اي مبرر اصلا ان هو يخليها اساسا مش اي حد مشهور، ومستحيل اصلا تدخل السما. لا 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 ده في حاجه كده مستحيل. لا 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 تعالى احضرنا بقى، تعالى بقى احضرنا كده. عشان ايه بقى؟ في بص احضر بقى. انا مش فاهم دلوقتي. بنت انتحرت دي تدخل السما ازاي؟ مستحيل. صح صح. ازاي؟ امال ايه؟ ايه اللي امال ايه؟ مش بني ادمه، ويعني ما نعرفش هي بتمر بايه ولا ظروفها. اه صح. لا ازاي؟ ده هي اللي راحت موتت نفسها. ما ينفعش. على فكره صح. صح ازاي؟ طب ما ممكن يكون هي في مؤثرات ومشاكل وحاجات بتاثر عليها عشان تعمل كده. صح. طب وربنا فين؟ ما هو ربنا كان عايزها يمكن تقعد. صح برضه. ازاي بقى؟ لا ما احنا هنعرف بقى، نعمل حلقه نعرف فيها الموضوع ده. نبدا حلقه يلا نشوف فيها الموضوع ده. يلا دكتور باسم انت منورنا، شكرا ان انت معانا وبتساعدنا في المواضيع الشائكه. انا مبسوط اكون معاكم. طيب تحب تعرفنا على نفسك كده سريعا للناس اللي لسه ما تعرفكش؟ انا اسمي باسم فايز، انا بشتغل استشاري في الطب النفسي وبعالج مدمنين، وبشتغل في عياده ومستشفى ومصحه. طيب احنا عندنا شويه اسئله كده ليها علاقه بالانتحار، اسبابه، شخص المنتحر وافكاره وكذا. خليني اسال سؤال كده كل الناس بتساله، هل الانتحار ده خطيه ولا لا؟ الانتحار خطيه. خلينا اقول انه الانتحار كعرض هو ممكن يبقى عرض من اعراض الاكتئاب، واحنا بنقول ان الاكتئاب هو مرض وليه اعراض، واحده من اعراضه الانتحار. لكن اني انا اقدم على تنفيذ هذا الفعل فده من وجهه نظر الكتاب المقدس ده خطيه. ليه؟ لانه اولا انا حياتي مش ملكي، ما انا ما جبتش نفسي للحياه، وبالتالي مش من حقي ان انا اخدها من الحياه او اخلص حياتي. في آية واضحة في صمويل الأول أصحاح 2 بتقول أن الرب يميت ويحيي، فدي حاجة من سلطان الله. الحاجة الثانية أنه الوصية الستة في الوصايا العشرة بتقول لا تقتل، فأنا لما بعمل كده في نفسي أنا بقتل، فدي جريمة. عايز أقول لك مش بس هي خطية من وجهة نظر كتاب مقدس، لكن كمان دي جريمة يعاقب عليها القانون. يعني القانون المصري لو أنت حاولت الانتحار ورحت مستشفى السموم مثلا عشان يلحقوك بيتعمل لك محضر وانت داخل كمان. دي حقيقة. فهو خطية. هو خطية. هيا نشرة الغسيل. انا اسمي سبع، ممكن تقولي سبوعة. انا هنشر الغسيل وهنشر لكم شوية معلومات عن الانتحار. روبن ويليامز واحد من اشهر الكوميديانات في العالم واشهر الممثلين في القرن ال21 بالذات، كان افلامه بتعمل اعلى ايرادات في العالم، كان اشهر واحد، كان محبوب جدا زي ما تقول كده، كان قطر مواهب متنقل. بعد كل ده انتحر في 11 اغسطس 2014. بعد ما انتحر كان السؤال عمال يتسال في كل الصحف، ليه واحد غني ومشهور ومحبوب ينتحر؟ نغسل الحته السوداء دي. اقول لكم على بنت تانية اسمها مولي راسل، دي كان عندها 14 سنه وانتحرت بسبب الاكتئاب. ولما جم يحللوا ويعرفوا هي ليه انتحرت اكتشفوا انه من اهم الاسباب كان انستغرام وبينترست، مواقع يعني سوشيال ميديا وهكذا. نروح لمثال تاني وهي جميلة الجميلات مارلين مونرو، بنت من اجمل البنات اللي جم في تاريخ السينما، كانت محبوبة مشهورة غنية جدا، انتحرت. قالت عن نفسها قبل ما تنتحر كده ان هي شايفة ان هي شيء مزيف خلقه المنتجين بتوع السينما. منظمة الصحة العالمية طلعت تقرير بتقول فيه ان 730 الف انسان بينتحروا سنويا. الكلام ده معناه ان كل 45 ثانية في انسان بيفقد حياته بالانتحار. قالت كمان ان قدام كل شخص نجح انه ينتحر في 25 واحد حاول انتحار وما قدرش، وفي 25 انسان تاني عندهم افكار جاده ان هم ينتحروا فعلا. منظمه الصحه العالميه بتقول ان الانتحار هو يعتبر رابع سبب للوفاه في الاشخاص اللي هم عمرهم ما بين 15 ل 19 سنه، واللي يقلقنا اكتر ان اكتر من 77% من الحالات العالميه اللي بتنتحر هم في البلدان المنخفضه والمتوسطه الدخل، واحنا من البلاد دي. انا خلصت نشره الغسيل، تعالوا نروح الاستوديو نكمل حلقتنا عن الانتحار.
مشاهير كتير قوي عندهم كل حاجة، كل حاجة متاحة، اللي أنا من وأنا هنا يعني بحاول في حياتي بحلم بيها، فلوس وعربيات وناس حواليا ولايكات وبتاع، وقرر ان هم ينهوا حياتهم. فالموضوع طلع متعلق بايه؟ ما طلعش متعلق يعني بالحاجات دي، الممتلكات دي ولا ايه؟ صحيح. يعني دي تخليني اقول كام حاجه، ثلاث حاجات. اول حاجه ما تحكموش بالظاهر وبالمظاهر. الناس دي كل الصور بتاعتهم مشاهير بيبقوا مبتسمين ومبسوطين، بس من جوه بنكتشف بعد كده حاجات غير اللي هم بيبينوه خالص. ويمكن احنا في العيادات بتاعتنا اوقات بنطلع على ناس شبه كده، بيقولنا فعلا باكتئاب حقيقي من جوه غير المنظر اللي بره خالص. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، في اربع حاجات الناس بتحطهم مرادف للنجاح: المال والجمال والشهره والنفوذ. دول بنسميهم ان اللي بيوصل لدول نجح خلاص، بس الواقع يقول انه الناس دي وصلت لكل ده ولم تنجح، انهوا حياتهم بالانتحار. انا ما بقولش ان الحاجات دي حاجات وحشه ومش هي السبب، ومش هي سبب الانتحار، لكن عايز اقول ان هي مش مرادف خالص للنجاح. وصاحبها بيبقى مسؤول عن ادارتها بشكل معين. يعني انا لو ربنا اداني فلوس كتير، طبعا ناس اكيد بتحسدني وتقول يا بختك اللي اداك الدينا، لكن عايز اقول لكم انه لو انا لم احسن ادارة الفلوس دي، يا ما شفت ناس دخلت في مراحل ادمان صعبة جدا وكان السبب ان هو عنده فلوس كتير. في بنات راحوا في دهية بسبب الجمال بتاعهم. اخر حاجه انه الانسان كائن روحي، يعني في جزء روحي، لان احنا يا جماعه مخلوقين على صوره ربنا. لما ترجعوا لتكوين واحد هتلاقوا ان ربنا عمل حاجات في الخليقه، كان دايما يقول قال الله ليكن فكان، بس عند خليقه الانسان ما عملش كده، قال نعمل الانسان على صورتنا، وبعدين راح نفخ في انفه نسمه حياه. حاجه مختلفه تماما، تقول لكم انه الانسان نفسه في حاجه مختلفه عن بقيه الكائنات الحيه، مش مجرد جسد ونفس. مشاهير دول فكروا في انه اهم حاجة اني انا اشبع رغباتي واحتياجاتي، فهاكل كويس، هشرب كويس، هريح نفسي، وبعدين نفسيتي لازم تبقى مبسوطة، فهدور على النجاح، هدور على الشهرة، هدور على الحب، هدور على التقدير. خدت كل الحاجات دي، بس بعد كده ستيل هو حاسس انه لسه في حاجة ناقصة لم تشبع، الجزء الروحي، الروح جواه. اللي زمان قال المقولة دي الشهيرة القديس أغسطينوس، قال يا الله لقد خلقتنا لذاتك، نفوسنا لم تجد راحتها إلا فيك. عايز أقول الناس دي بعد ما أشبعت كل حاجة اكتشفوا إنه في حاجة ناقصة قوي جواهم، حاجة بتنقح، احتياج غير مسدد، هم مش عارفين هو إيه. ولأن ما عندهمش فرامل زي عندنا، إحنا في البلاد بتاعتنا عندنا الفرامل بتاعة ربنا والمجتمع هيقول إيه، ولحسن اموت واروح جهنم واخسرها دنيا واخره، فمتفرملين شويه، لكن هم ما عندهمش الفرامل دي. فاول ما بيحس انه مفيش معنى ومفيش لازمه ومفيش قيمه من كل اللي حققته، فبيروح مخلص ياخد القرار. اشكرك لتوضيح النقطه دي، انها مهمه قوي. طيب دلوقتي احنا معانا مداخله تليفونيه من صديقنا، وصديقنا شجاع جدا جدا ان هو يشاركنا بتجربته مع الانتحار. هو قرر اربع مرات في حياته ان هو ياخد الخطوه دي، والحمد لله ان هو معانا دلوقتي عشان يقول لنا هو عدى بايه ودلوقتي هو فين وهكذا. فنقول الو صديقنا، ايه الاخبار؟ الو مساء الخير. بنتكلم النهارده عن موضوع الانتحار، وكنا عايزين نسمع كده رايك في الموضوع ده، لان احنا عارفين ان انت جربت الموضوع ده قبل كده. فقول لنا، قول لنا ايه الاسباب اللي ممكن تكون خليتك تفكر انك تاخد خطوه زي دي؟ اوكي، الانتحار ما عنده اسباب معينه، مثلا يعني هو المجتمع مؤذي بشكل غير طبيعي. واحد من الاسباب اني انا كنت بكتم شديد، ما بحكي لاي حدا، ما بتكلم عن الموضوع ده على اي حدا. انا ما كنت بالوعي الكافي، لكن هو خلل في النواقل العصبيه بالنسبه للمخ، والشخص يحاول يقرر قرار قاسي زي ده من غير ما يلجا لاي طبيب. وفي الوقت ده انا ما لجات لطبيب. فانت المجتمع كان عامل كبير قوي في ان انت تقرر تاخد القرار ده، وانت ما كانتش بتقول، ما كانتش عندك وعي كافي انك تروح لدكتور او تعرف ايه اللي عندك او كده، فخدت القرار. طيب عايز اعرف دلوقتي انت وصلت لايه، يعني الحاله اللي انت فيها النهارده او الستيتس اللي انت واقف فيها. هو الحمد لله انا من سنتين تحديدا انا دكتور بلاقي ان انا محتاج لاي دواء ثاني. يعني انا حقيقة مبسوط، العلاج جايب نتيجه والدكتور بيقولك انت مش محتاج تاني تاخد كيميكلز او كده. ف
فمن هنا عايز اسالك اخر سؤال، عايز تقول ايه لاي حد فكر او دلوقتي بيفكر ان هو ياخد خطوه انتحاريه؟ عايز تقول له ايه؟ انه الانتحار ما هو الخلاص، بالعكس تماما، في بعد ثاني خالص لما تبدا تغير في المجتمع، او حتى تغير المجتمع في انك تكون في مجتمع ثاني البته. يعني الاهم من كده انه التاثير الرجعي للاسره تحديدا بعد الانتكاسة اللي انت بتكون فيها، حتى النظره الدينيه اللي احنا بنحاول نشوف انه يا اخي وربنا احن لينا من الناس دي كلها. انا ما بفضل. عايز اشكرك على جمله انت قلتها، هي جملة قوية قوي. انت قلت انه الانتحار مش هو الخلاص، انت كده مش يعني الدنيا ما بقتش احسن، انت بقتش كويس، انت خلصت الدنيا. ودي حتة انا اسأل فيها الدكتور، بس انا قبل ما اقفل معاك انا عايز اشكرك جدا، اشكرك على شجاعتك، وانا فخور بيك واحنا بنحبك، وكمل، وانت يعني مصدر انسبيريشن وتشجيع لناس كتير. دكتور اتفضل. صديقنا قال جمله قويه قوي، انه الانتحار مش هو الخلاص، ده حقيقي مش كده؟ يعني احنا بنقول ان الانتحار هو قرار لا رجعه فيه لحل مشكله مؤقته. لو غمضت عينك هنا وفتحتها ولقيت انه اتس نوت اوكي، انا مش مبسوط في اللي انا فيه، لا انا اتسرعت، انا خدت قرار غلط، طب انا عايز ارجع، خلاص خلصان، خلصت والى الابد. لكن المشكلة اللي انت فيها اللي وصلتك للتفكير في الانتحار هي مشكلة مؤقتة ينفع انها تتحل، والمشاعر اصلا مؤقتة، مشاعر شوية فوق وشوية تحت. والاضطراب اللي صديقنا ده قال عليه اللي هو الاضطراب الوجداني ده اصلا يأكد اللي انا بقوله، انه في اوقات المشاعر بتبقى عالية جدا وبيخش في حاجة اسمها نوبة هوس او ابتهاج، واوقات تاني مكتئب. فحتى في المرض نفسه يقول لك انا عندي مزاجي متقلب، فده يدي انطباع انه المزاج مش حاجه ثابته طول الوقت، مش هتفضل طول الوقت مكتئب، لكن في امل انه المزاج يعلى والدنيا تتحسن. والحته دي انه ما ينفعش اعتمد على مزاجي او مشاعري في اخزان قراري. صحيح. صح، ما ينفعش اخد قرار وانا مكتئب، ما ينفعش اخد قرار وانا في اكتر حته انا مبسوط فيها، صح كده؟ عدم الاستقرار النفسي ده الوقت اللي هو ما ينفعش تاخد فيه قرار مصيري او قرار مهم، فاكيد يعني قرار الحياه نفسه ده مش من حقي اصلا ان انا اقرره. لكن اكيد قرار زي كده لما اخده وانا في حاله اكتئاب اكيد هاخد قرار غلط. جميل. قلنا يا دكتور ايه اسباب الانتحار؟ يعني هو اللي بيفكر في الانتحار 90% من الناس اللي بتفكر فيه عندهم اضطرابات نفسيه، و70% من الناس دي من الاضطرابات دي اضطراب الاكتئاب. فالاكتئاب كمرض هو اكتر حاجه تخلي صاحبه يفكر او ممكن يفكر في الانتحار. في حاجات تانية زي مثلا مرض الفصام او الشيزوفرينيا، ان الواحد بيبقى سامع صوت مثلا بيقول له موت نفسك، فدي حاجة ممكن توصل للانتحار غير الاكتئاب. الادمان، كتير بنشوف ناس ممكن تاخد اوفر دوز او تموت نفسها لانه مش عارف يخلص من اللي هو فيه. اضطرابات الشخصية ممكن توصل للانتحار. ففي بعض الاضطرابات التانية، لكن طبعا اضطراب الاكتئاب هو رقم واحد المسبب لافكار ومحاولات الانتحار. طيب هو احنا كتير عندهم اكتئاب ولا لا دول ناس معينه قليله قوي هم اللي عندهم؟ يعني النسبه اللي بتتقال دلوقتي انه من 3-5%. يعني لو احنا مثلا في مصر 100 مليون فاحنا عندنا up to 5 مليون عندهم اضطراب الاكتئاب. الناس مش متصوره انه الاكتئاب مرض، يعني لما نجيب سيره الامراض النفسيه دايما الناس بتروح دماغها للجنان او الشيزوفرينيا او اللي ماشي بيكلم روحه او بيقطع شعره او مش عارف ايه. لكن الاكتئاب مصنف انه مرض من ضمن الاضطرابات النفسيه. وفي اشعه، نوع معين من الاشعه اللي بيتعمل على المخ اثناء ما المخ بيبقى شغال، حاجه بيسموها الفانكشنال ام ار اي او التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، ده بيصور حالة المخ وهو شغال في شكل ألوان معينة. فعملوا الأشعة دي على مخ واحد مكتئب وقارنوها بالمخ بتاع واحد طبيعي، لقوا أنه في فرق فيزيكال، يعني حاجة ملموسة ما بين العقل بتاع الشخص المكتئب وغير المكتئب. اضطراب الاكتئاب علشان نشخصه احنا مش محتاجين نعمل هذه الأشعة، لكن محتاجين مجموعة من الأعراض. هقول لكم 9 أعراض. لو عندك منهم 5 أو أكتر لمدة ما تقلش عن أسبوعين فأنت كده عندك
انت مريض اكتئاب. حلو. فاول حاجة انا عندي مزاج اكتئابي معظم ساعات اليوم معظم ايام الاسبوع. مزاجي مش حلو. حاجة تانية فقدت الاستمتاع بالاشياء. زمان كنت بعمل حاجات معينة بتبسطني، النهاردة ولا حاجة فرقة معايا. رقم ثلاثة فقدت الدافعية، ما عنديش دافع اقوم اعمل حاجة. رقم اربعة ما عنديش طاقة اني اقوم اعمل حاجة، بشعر بالتعب من اقل مجهود، دي رابع حاجة. خامس حاجة عندي اضطرابات في النوم. الشائع اكتر انه نومي بيقل، بس في ناس نومها بيزيد مع الاكتئاب. اضطرابات في الاكل. الشائع برضو انه الشهية بتقفل، وبخسر 5% من وزني في خلال شهر. يعني لو انا ساي مثلا وزني 100 كيلو، ففي خلال شهر نزلت 5 كيلو. دي مشكلة، او زدت 5 كيلو. فدي اضطرابات الاكل. رقم 7 عندي مشاكل في التركيز والانتباه. رقم 8 عندي شعور بالذنب وقلة القيمة، شاعر ان انا قيمتي قليلة. واخر حاجة الافكار بتاعت الموت، بداية من ان انا بتمنى الموت، ادعي ربنا ياخدني. طب ربنا مش راضي ياخدني، ابتدي انا افكر في الانتحار، فتبقى فكرة. طب الفكرة هنفذها ازاي؟ محتاج خطة، فاروح للخطة، بعد كده في نية نويت، بعدين محاولة. فالموضوع مش بيبتدي بان انا بنفذ على طول، لا، الموضوع بيبقى في تدرج وصولا للمحاولة، اما ان تنجح او لا تنجح. فالاضطراب ده يبقى معناه ان انا عندي مشكلة تحتاج الى تدخل. على حسب درجة الشدة بتاعتها بيتحدد نوع العلاج. يعني لو اكتئاب بسيط في الحالة دي ينفع معايا الكلام، ينفع حد مشير، ينفع حد يحكي معايا بالظبط جلسات بالكلام كلامية. لكن لو الاكتئاب متوسط الى شديد كده لازم أدوية مع الجلسات اللي بالكلام. وده مش عيب خالص، ده مش جنون. ماشي. الأمراض النفسية مهمة جدا جدا زي الأمراض الجسدية، دي حتة محتاجين نعممها في المجتمع بتاعنا. أرجوك تعالوا ناخد بريك مزيكا، نسمع مزيكا نرجع تاني فكروا في أسئلة. هو ده. هل يا دكتور عكس الايمان الحزن عكس الايمان؟ يعني انا كواحد مؤمن دلوقتي حزين وعندي اكتئاب، انا كده مش مؤمن صح؟ بس بيتقال لي كده احيانا في بعض الاماكن ان المؤمن ما يحزنش. يعني انت صح. فين يسوع في قلبك المفروض تبقى فرحان ايه؟ شوف، خلينا اقول ان في حزن عادي وحزن مرضي. يعني احنا قلنا الاكتئاب واعراضه فده هنحطه على جنب. ومبدئيا يعني لو احنا اقتنعنا انه الاكتئاب ينفع يكون مرض، فاذا المؤمن ينفع انه يمرض. صح، زي ما المؤمن ينفع يجيله ضغط او سكر، فاذا ينفع يجيله اضطراب الاكتئاب، فده ليس له اي علاقه بالايمان. صحيح كوني على علاقه حقيقيه بربنا ده بيساعدني، ده بيساعدني بيخليني قادر اتحمل شويه، قادر يبقى عندي رجاء، لكن اكيد مش بيعفيني من اني انا اكون مريض باكتئاب او بقلق او بوسواس قهري او اي حاجه. وعايز اقول مثلا دلوقتي الامانه العامه للصحه النفسيه عملت خط ساخن علشان الناس اللي عندها فكره انتحار تكلم تليفون. وفعلا في حد جرب يعمل الموضوع ده من الدكاتره معانا ولقى خدمه مش طبيعيه. احنا ممكن نحط الخط الساخن ده كمان هنا ممكن، لو حد عنده بيعاني من الحته دي على طول اتصل. صحيح. كنت بتكلم على الشباب في حته انه اللي بيختبر حته الانتحار والافكار الانتحاريه ممكن يبقى راجع شويه لحته كرامته وقيمته وان هو مش لاقيها وان هي بتدمره وكده. فايه رايك في الموضوع ده؟ يعني السؤال اللي شفتكم وانتم بتتكلموا فيه هو انا كرامتي بتيجي من فين او قيمتي بتيجي من فين؟ فانا ممكن اقول انه في مصادر ثلاثه للكرامه او القيمه. في مصدر يعني بيجي من الممتلكات بتاعتي، وات اي هاف، انا عندي ايه، ده بيديني كرامة، عندي ممتلكات، عندي عقارات، باخد قيمتي من ده. yes. what I achieve أو what I do، إيه اللي أنا بعمله أو بحققه، ده ممكن يبقى مصدر من مصادر القيمة عندي. وآخر حاجة what I am. yes. أنا إيه وأنا مين. الكينونة بتاعتي، القيمة بتاعتي،
الحقيقية بتيجي من حاجة محدش يقدر ياخدها مني. ممتلكاتي ممكن تضيع في يوم وليلة. بالظبط. إنجازاتي ممكن الناس تنساها وخلاص وتروح. لكن الكينونة بتاعتي محدش يقدر ياخدها مني. الكينونة بتاعتي أنا بستمدها من فين؟ بستمدها من إني أنا إنسان مخلوق على صورة ربنا. بحب قوي الترنيمة بتاعت مدرسة الأحد، فيا حتة منه، فيا جمال وصفات. بحبها قوي. ليه؟ لأنه فيا حاجة محدش يقدر ياخدها مني. مصدرها ربنا. وربنا ده اللي عملني بالحلاوة دي، حط لي غرض أعيش عشان. لو القيمة بتاعتي بتيجي من الحاجات دي، مين هيقدر ياخدها مني؟ حلو قوي. لو في بيت في شخص بيعدي بالأفكار دي، البيت ده يعمل إيه الأسرة أو إحنا كصحابه نعمل إيه؟ أول حاجة سيبه يحكي عن اللي جواه ويتكلم ويعبر عن الوجع بتاعه زي ما هو. رقم اتنين، ما تحاولش توعظه أو تحاول إنك تشكك في مشاعره. لا، أنت مكبر المواضيع، لا أنت مش أنت يعني بس مأفور حبتين. لا، خليه عبر عن مشاعره زي ما هي. الحاجة التالتة، أطلب منه إن هو يأجل التنفيذ أو تفكيره في الانتحار. خليه يعمل سبيس، يأجل أو ياخد وقت على ما يفكر ويهدى. الحاجة الرابعة، حاول تشتت انتباهه. قوله طب تعالى نطلع نتمشى، طب تعالى نعمل حاجة هو ممكن يكون بيحبها. طبعا في الوقت ده ما بيحبش حاجة، بس يعني نحاول نلهيه قدر الإمكان. حاجة كمان، لازم أوصل الخبر ده لأقرب من لي. يعني الأهل، لو أنا صاحبه لازم أوصل ده لأهله علشان ياخدوا بالهم منه كويس ويأمنوه، بحيث مبقاش في المكان اللي هو فيه في مثلا أدوية، في سكاكين، في حاجات كده. حلو، حلو قوي. طيب تعالوا نختم بترنيمة. Thank you.
جديدة جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل ليمسح دمعة عن كل قلب حزين. دكتور ممكن تصلينا؟ آمين يا رب. شكرا ليك من القلب لأنك قريب يا رب. شكرا لأنك بتحس بينا في كل ضيقنا بتتضايق وملاك حضرتك بيخلصنا. شكرا ليك يا رب من كل القلب. يا رب بنيجي وبنحط قدامك كل قلب مكسور. انت جيت عشان تشفي منكسر القلوب يا رب. انت وحدك الطبيب الشافي اللي تعرف تشفي من أمراض الروح والنفس والجسد أيضا. يا رب بحط بين إيدك كل شخص مكسور كئيب حزين بيفكر في أنه ينهي حياته. سمعه من جديد الصوت أن لا يفعل بنفسه شيئا رديا، لأنك يا رب موجود وتقدر تمد إيدك بشفاء روحي ونفسي. يا رب إحنا واثقين فيك أنك تقدر يا رب توصل لكل أعماق جريحة وتعالج يا رب وتشفي. احنا بنصدق فيك. آمين. آمين. لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات7 بلس.